اسمي الياس يوسف البطاط من إدارة تعليم الجبال الصناعية للهيئة الملكية. جائزة اليوم الحمد لله المركز السادس بمسابقة إبداع 22. طبعاً 23 أنا طبعاً شاركت بإبداع 22 ويعني لله الحمد ما فزت بشيء، لكن هالمرة إن شاء الله الحمد لله يعني فزت بالمركز السادس ولله الحمد. والله شعور لا يوصف، شعور لا يوصف والله، لله الحمد ولله الحمد، توفيق الله قدرت أفوز ولله الحمد. ترجع لكل اللي ساعدوني ولله الحمد، بفضل الله أولا، بفضل الله بفضل الله وبفضل الله. ثاني شيء أحب أني أشكر والديني اللي ساعدوني في كل المراحل وإدارة التعليم ولله الحمد يعني، ويعني شكرا لكل اللي ساعدوني ودكتوري دكتور سهيد ولله الحمد يعني فزنا بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله آيسف بيكون هالمرة شيء قوي إن شاء الله.